السلام عليكم خالتي. المعروف كل الجيل العربي يعرف هذا الموقع، ولكن اللي ما يعرفوش هناك الجديد على هذا الموقع. كما تلاحظوا هنايا الناس اللي راهي تسحب في العملة، يعني الأرباح اللي تصل أشخاص مشاركين على هذا الموقع. الموقع هذا ربحي، أولا هي فوسات يوميا تسحب، يعني كل 10 دقائق تسحب. ثانيا هي يعني ألعاب، ضعف الألعاب تاعك، ولكن ما ننصحكمش بالألعاب. ثالثا كما تشاهدوا لهنايا كل 11 دقيقة كل ثانية كل 12 ساعة تستطيع الضغط هنا وتجد العملة الخاصة بك، العملة الجديدة وضعوها كما تلاحظوا. هذه هي 8000 قطعة، يعطيك يمدلك على هذا الموقع. او تحب مثلا تربح لهنايا، تضغط هنا في الاعلى، تضغط هنا في الاعلى، ثم تاتي الاسفل، تضغط على بوكس هنا، كما تلاحظون لهنايا يتم جمع العملة. هنا ايضا تحب تسحبها، تضغط هنا فقط. يعني العملة هذه السعر تاعها تقريبا مثل، سوف أريكم بعد أن نقوم بالسحب. تسحب العملة هذه على الموقع، هي موجودة على كوين ماركت كاب، وتسحب أيضا عملة البي ام بي البيتكوين. كل 10 دقائق يعطيك قطعة ونصف. الموقع هذا أول ما فتح كان يوزع كل 10 دقائق، 10 دقائق يعطيك 2000 قطعة من عملة البي ام بي، عندما كان البي ام بي يساوي 80 دولار. نضغط هنا، ننتظر، ثم نأتي لهنا نسحب. أيضا عندنا 137 قطعة ساتوشي تاع بي ان بي. كما تشاهدوا هنا تحب تشارك الرابط تاعك على التويتر او على التليجرام او تويتر. وهنا انا حبيت مثلا بي اس دي تي، يطلب منك قطعة واحدة يعطيك 7%، اذا حبيت على 7 ايام، او مثلا 30 يوم يعطيك 15%، يعني قطعة واحدة يعطيك عليها 15%، تدفع قطعة واحدة فقط. وهكذا هذه العملات. احنا واش يهمنا دركا الخطة المجانية، قلت لكم الخطة المجانية المجاني هذه، اذا ضغطنا عليها يمد لنا هذه العملة مجانا. ننصحكم، هو الموقع يقول لك لازم تلعب عليها، ما تلعبش عليها، ما لو تلعب عليها تخسرها. اتركها في الموقع تاعك، في الموقع لما تصل حد الأمن السحب اسحبها. الآن سوف نرى كم تساوي هذه العملة. كما تلاحظوا خاوتي العملة هذه بي اف جي هي عملة الموقع، تساوي 0.01، 0.017. نرجع للموقع تاعنا، هذه العملة اللي رانا نحكو عليها هكذا، وهذه العملة الجديدة التي تم إطلاقها. هذه العملة الجديدة، ما عليك سوى الضغط هنا وتأخذ البونص تاعك انت وحظ تاعك. إذا ديت 800 ولا ديت 3000 ولا ديت بيتكوين ولا ديت إثيريوم، المهم هناك عملات كثيرة ممكن الحظ تاعك كيفاش يكون. كان هذا الشرح خاوتي، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسيت أيضا أمر، هناك أمر، مثلا عندك العملة وحبيت دير عليها ستاكينج، هنا نأتي له هنا هكذا، نضغط هنا، بعد ذلك كما تلاحظوا مثلا اليوم شحال يعطيك بالشهر على حساب واش تدفع انت
واش تحط في الستيكي تاعك. انا كولبت مثلا، دير عندك 100 انقطاع، 100 انقطاع ناقصة. لما تكون عندك العملة هنايا البالونس يعطيك البالونس شحال، إذا كانت عندك 100 انقطاع هنا تعرف شحال يعطيك، يعني في اليوم أو في الشهر أو في 3 شهور يعطيك عملة الإيثيريوم ويعطيك البي إم بي ترون واليو إس دي تي كما تشاهدوا. وهنا الفوليوم نتاع تحدد، لكن أنا ما عنديش، لذلك ما تظهر ليش عندي 0.25 بي إف جي، 0.25 بي اف جي في 3 شهور يعطيني هذا هو الرقم، يعطيني 2 اثيريوم، 19 ساتوشي تاع بي ام بي. لكن 0.25 لو تكون عندك 100 انقطاع، 100 انقطاع ماشي بزاف، باش تحب تعرف شحال دير 100 انقطاع تأتي لهنا تضغطون هكذا بي ام بي، آسف خوتي، تأتي لهنا تضغط هنا فقط، هنا كما تلاحظوا هكذا المهم خالتي، خدموا على هذيك السبين اللي وريتها لكم هذه، وسوف تربحون منها الكثير ان شاء الله مجانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.